اهلا بكم يا اصحابي، فيديو جديد وبيت جديد في السفر. دول شيلي ومايك اللي انتوا شفتهم في اول الفيديو مسافرين وهنقعد في بيتهم فترة 7 اسابيع. بس كان في احد الاسابيع كان في عاصفة جوية قوية جدا زي هيريكان كده، بيجي كل فترة في منطقة باها كاليفورنيا. فاحنا عايشين في ريزورت، فبيجي العاملين يقفلوا او يغطوا كل الشبابيك الازاز، لان العاصفة لما بتيجي بتكسر الازاز ويعني بتبهدل الدنيا. وفي للاسف بعض الناس بيوتها بتتدمر حرفيا، خاصه الناس البسيطه الفقيره اللي بيوتها بتكون مصنوعه من حاجات بسيطه. فللاسف العاصفه فعلا بتدمر البيوت بتاعتهم والميه بتدخل في كل مكان. فيلا بينا نبتدي فلوج اليوم، وما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان تتفرجوا على كل فيديوهاتي الجديده في السفر. واللي مش عارفني، انا شايمه، انا فول تايم ترافلر بقالي اكتر من 2 سنين، بس انا بدات رحلتي في السفر اكتر من 5 سنين. ودايما على قناتي بشجعكم تسافروا وتلفوا العالم وتتعلموا مني ازاي كمان انتوا كمان تسافروا بميزانيه صغيره جدا. مبسوطه يا جماعه، حب الستورم، في ستورم جايه مبسوطه. Yeah, let's go and have a look. Go walk. Oh, look at this view. I think we can go swimming. Yeah, jacuzzi is on. Yeah, جماعه بحب الدنيا تبقى بتشتي واقعد في السويمنج بول او ان انا اقعد في جاكوزي، حابه قوي. واو 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 واو. السنه اللي فاتت لما الستورم جات الدنيا دي كانت كلها ميه، والناس اساسا طلعوهم من بيوتهم لان الميه بدات تدخل البيوت. فلغايه دلوقتي الستورم هاديه واحنا قفلنا عندنا. واو بصوا يا جماعه، الميه طلعت بره الشط بقت على البيتش. مين زيي بيحب الاجواء دي؟ انا بحبها قوي الاجواء دي، احس ان انا مبسوطه. Wow, look at this cloudy weather. I love it. Cool. Yeah. بالعادة هنا يا جماعة بيحط الفلاجز اللي هي لونها أحمر، يعني ممنوع السباحة. أسود يعني خطر موت، خلاص مش مسموح خالص أصلا يعني. Oh, look at the people sitting there. People are vibing. يا جماعة يعني احنا بنحضر ظاهرة، انا اول مرة احضر اتس هيريكان، فمبسوطة. اعصار بالعربي، فاول مرة احضر حاجة زي كده. Oh look at the car there. What they are doing. يا البحر يعني بوظ الدنيا. Look at that. Groups right. يا شايفين المية غيرت شكل البحر. يا الناس بقى يا جماعة عشان تحمي بيوتها بيحطوا زي شاترز كده، شايفين الأبيض ده، أو زي احنا عندنا الاتنين، أو اللي هو الأصفر ده عشان يحموا الإزاز، لأن البيوت كلها من بره إزاز. You think people own the hurricane shutters or like rent them? I think they own it. Old. Why would you get soft ones and not the hard ones? It depends. I think they use the same style, Adi, at ours. The one on the top, they use the metal. And the one in the bottom, they use the fabric one. Yeah. The same. دي يا جماعة for tortugas. For turtles. بيجوا الصبح هنا يجمعوا السلاحف صغيرة ويحطوها في المحمية، عشان هنا ممنوع ان حد يمشي بعربية او بيتش باجي الا يعني للاوتيل، الاوتيل اللي بيتش باجي. وساعات ناس كده زي اللي هناك دول، دي محمية السلاحف.
you? I'm so happy. Hurricane. احنا قاعدين في البيت ده يا جماعة، شايفين اتقفل من فوق ومن تحت، ده كله بتاعنا اتقفل عشان خايفين من الستورم يجيب المية للبيت جوه. شايفين اصلا يا جابة المية هنا، شايفين المية يا جماعة جردت السلالم من الرمل، عملت انا وزوجي هنا نزلنا نتمشى شوية، وكان صراحة ممنوع ان حد يطلع وقت العاصفة لان الاعصار قوي جدا، بس الحمد لله يعني احنا ما اتصبناش جامد جدا، بس للاسف في مناطق تانية اتصابت وناس يعني بيوتها فعلا حرفيا اتدمرت. انا من الاشخاص اللي بحب اجواء العاصفه وبحب انزل اتمشى في الاجواء الغريبه، الناس كلها كانت خايفه، انا الوحيده اللي سعيده ومبسوطه ان راحه اكتشف حاجه جديده. يعني كان تقريبا ليله يوم بليله، فلما نمنا صحينا الصبح، طبعا كان طول الليل فيه زي برق، ولما صحينا الصبح طبعا الموج كان عالي جدا، فجي يعني غرق كتير من الشط. طبعا اللي متابعني من فترة يا جماعة عارف ان انا بسافر بميزانية بسيطة جدا، تقريبا نفس مصروفي في السفر هو مصروفي اللي كنت بصرفه في بلدي، ولاني بسافر باسلوب اقتصادي جدا في السفر، خاصة ان انا بعد كذا سنة من السفر اتعلمت اساليب واستراتيجيات كتيرة جدا ساعدتني ان اوفر ويكون مصروفي في السفر قليل جدا. طبعا كنت عامله لكم كتاب اسمه اسرار السفر الاقتصادي، تقدروا تحملوه من على اللينك الانستجرام، هتلاقوا كل اللينكات بتاعتي موجوده في صندوق الوصف. انا هنا كنت بديكم نبذه كده عن الفيو من بره، بصراحه كان خيال جدا. انا قاعده في ريزورت يعني زي فيلا دوبلكس او شقه دوبلكس زي ما بتسموها، وكنت قاعده فيه هنا 7 اسابيع مجانا مقابل ان انا اخد بالي بس من القطة اللي موجودة في المكان. طبعا كنت بستمتع بالفيو هنا كل يوم، يعني منظر طبعا خيالي ان انا انام واصحى على الفيو ده. طبعا سواء قلت انه كل اوض النوم اصلا بتطل على البحر، والايجار اصلا في الريزورت هنا تقريبا $500 في الليله، فانتوا متخيلين انا عشت في المكان ده 7 اسابيع مجانا مقابل بس ان اخد بالي من قطه بحط لها وجبه الصبح ووجبه بالليل لو الطبق بتاعها كان فضى، واغير لها الميه كل يوم طبعا وباخد بالي منها. طبعا بعد فتره من الاعصار الجو رجع تاني جميل جدا، والريزورت دايما بيبقى فيه زي عربيات زي البيتش باجي او الكوادز او بيسموها ايه مش فاكرة بصراحة، هي ليها اسم تالت. فكمان بيبقوا الصبح بيقعدوا يجمعوا كده ينظفوا الشاطئ ويساووا الرملة، كمان ان هما بيجمعوا البيت بتاع السلاحف، لان بالليل بتيجي السلاحف للشاطئ تحط البيت بتاعها تحت الرمل، وهم عشان يزودوا فرصة النجاة للتيرتلز او للبيبي تيرتلز بيعملوا ايه، ان هم بيحفروا بيشوفوا اثار الحفا الام وبيجمعوهم وبيروحوا يحطوهم في زي شلتر كده لغاية ما يحصل وقت ان هم يفقسوا وينزلوهم في المية عشان يزودوا فرصة النجاة. Yeah, yesterday. But there's been like hundreds of new ones. Yeah. And if everyone is getting like conflicting. I mean, it was the first one was really like, oh my god. And it went on like 30 seconds, like the day. That's the one we probably felt like. Yeah, because we have. We still have the bathroom and shower and things like that. So the kitchen would put a pass-through window and making that an official dining area. Mm-hmm. Nice. And then the whole report we were saying, like, maybe, I don't know, to try and do like
specialty dinners for eight people once a month, the ones that we buy, charge them and decorate them. We've got the rooftop and you'll be able to talk to them. طبعا يا جماعة لما بنسافر بإقامات مجانية ان انا اعيش في بيوت ناس تانية، مش بس كمان بوفر فلوس كتيرة جدا، لا ده انا كمان بحس بالراحة، بحس ان انا اقدر اطبخ لنفسي اكل صحي، بستمتع بالمكان، وكمان بيبقى عندي الاوبشن اختار البيوت اللي هقعد فيها. يعني انا مش مضطرية ان انا اقعد في مكان انا مش حباه. فالتطبيق اللي انا سايبه لكم اللينك بتاعه بالديسكريبشن بوكس، تقدروا تدخلوا على الموقع وتدخلوا او تسجلوا كل بياناتكم، وبتعملوا سيرش على البلاد اللي انتوا نفسكم تزوروها او تروحوها قريب، ومن خلال السيرش بتاعكم ده بيظهر لكم نوتيفيكيشن بالاماكن المتاحه ان انتوا تعيشوا فيها مجانا مقابل ان انت تاخد بالك من حيوان اليف او تلوي حتى النباتات. في ناس ممكن بس تبقى عايزه حد يجي يعيش في البيت، ومجرد ان هو يحافظ على البيت بس عشان لو في عاملين النظافه او الجناني بيجي البيت ينظف يبقى في حد بيفتح له البيت. فانا عشت في بيوت اصلا يعني ما فيهاش حيوانات اليفه، وساعات اصلا علاقتي بتبقى مع اصحاب البيوت جميله جدا جدا جدا، بالتواصل بشكل يعني ذكي بنبقى اصحاب، وكمان بيبقى عندهم كذا، معظم الاجانب بيبقى عندهم كذا بيت حول انحاء العالم، فبقدر اظبط معاهم. يعني انا ببقى مرتبه رحلتي للسنه الجايه من كتر ما علاقاتي حلوه معاهم، ببقى عارفه ان الجروب ده او الناس دي هتسافر السنه الجايه في الميعاد ده، وانا عايزه ازور البلد في نفس الميعاد، فبروح وارجع لنفس المكان اللي انا حبيته. يعني انا في بيوت عملت لها هاوس سيتنج مرتين او ثلاثه كمان، فده اوبشن حلو جدا انا شايفاه مناسب لجميع الناس، ان انت تعيش في بيت 5 ستار، ان انت تاخد بالك من حيوان اليف بيسليك وتحس كده بالالفه، بتحس بالاستقرار والراحه، لان انت مع كتر السفر الواحد بيحس بالاجهاد. فما تنسوش تضغطوا على اللينك الموجود بالديسكريبشن بوكس وتدخلوا بياناتكم، اعملوا تجربه كده مع نفسكم، اعملوا رحله افتراضيه في عقلكم ان انتوا عايزين تسافروا مثلا اسبانيا، عايزين تروحوا بريطانيا، عايزين تروحوا اي مكان في العالم، اعملوا سيرش وبعد كده هتلاقوا اماكن مجانية تقدروا تعيشوا فيها مقابل ان انت تاخد بالك من حيوان اليف او نباتات، او حتى ان انت بس تراعي البيت زي ما هو. Oh, sweet bird. If you eat it, I will put another one for you. طبعا السما هنا كان شكلها بيتغير كل دقيقة. بصراحة انا انبسطت باقامتي في المكان ده، وكمان انا وفرت فلوس كتيرة جدا، لان 75% من مصاريف السفر بتروح في حجز الفنادق او الاقامات اللي بتعيشوا فيها. فانا I'm feeling so grateful and pleased ان انا يعني اتاحت لي الفرصة ان اعيش في البيت الجميل ده، واخد بالي من القطقوطة الجميلة دي واستمتع بوقتي معاها. وده كان فلوج اليوم، اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا وقضيتوا وقت جميل معايا واستمتعتوا بالفيو الرائع ده. طبعا ما تنسوش تشتركوا بالقناه بتاعتي وتكتبوا لي كل اسئلتكم في الكومنتات لو حبيت تستفسروا اكتر، وكمان تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول، هتلاقوا اللينك الموجود بالانستجرام، هيساعدكم توصلوا تتواصلوا معايا وتقدروا تحجزوا معايا فيديو كول، احدد لكم واساعدكم ازاي تحجزوا سفر بإقامات مجانية وتوفروا كتير في السفر نفس مصروفكم في بلدكم. شايفين؟ أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.